عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هسا جماكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر منقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين وحيلا شي بيخطر عبالنا بالفرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا شي مش وارد بالبيت إلا مع هسا جماكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 112 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. تراستي كين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60 ألف، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شي منه قدر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بيصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على تراستي كين ب 60 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل مجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز ب4 ألوان مختلفة، كل لون فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، الأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة وللفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي برولان وبتحصل عليه ب 35 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. لكن يلي حابين يخسروا وزن ويعملوا ديتوكس لجسمهم بنفس الوقت يستفيدوا من مورينجا يلي هي كمان مضاد للأكسدة ومؤخر للشيخوخة، ما قالون إلا يستعملوا مورينجا تي. المورينجا هي ثمرة شجرة المعجزات يلي معمول عليها أكثر من 900 دراسة، وكل دراسة بتأكد على فوائدها الكتيرة والطبيعية 100%، والدراسات كلها بتأكد إنه المورينجا فيها فيتامين A وE، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، بروتيين أكثر من حيالة فواكه ب10 مرات، والأهم إنه مورينجا بتحتوي على الأمينو أسيد يلي موجودة بس باللحمة، وهيك لكل الفيجيتاريان صاروا قادرين يعوضوا الأمينو أسيد يلي مش قادرين يحصلوا عليه لأنه ما بيأكلوا لحمة. مختصر مفيد المورينجا هي حارق سريع للدهون، مطري للمعدة، مقوي للضفير والشعر، منقي للبشرة، مؤخر للشيخوخة ومضاد للأكسدة. هلأ صار فينا نخسر وزن ونظهر كل السموم من جسمنا ونستفيد من كل الفيتامينز الموجودين فيها. العرض هلأ على بتين مورينجا تي ب 38 ألف، بس اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على مورينجا وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري.
كلنا منحب ناكل تابولة بس منعت الهنفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرب البقدونس بثواني ما إنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي بيبكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تابولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل المكسرات، وحتى الجزر بتقطع لشقف صغيرة من دون أي مجهود بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تابولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكم تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان في دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.